الليلة هعمل معاكم طبيخ خريج له طعيمه لذيذ. يلا نشوف طريقة تحضيره. شوية زيت، بصلتين قطعتهم قطع صغيرة، هقلب البصل في الزيت لغاية ما يدبل معايا البصل شوية ولونه يتغير. أول ما يتغير لونه ويدبل حبة هضيف له اللحمة. أنا هنا ضفت نص كيلو من اللحمة، هحمص اللحمة مع البصل والزيت لغاية ما يتغير لونه. أول ما يتغير لون اللحمة هضيف كوبايتين من المويه وغطيها وخليها لمدة 20 دقيقة لغاية ما تستوي معايا 3/4 استوى. على بال ما اللحمة تستوي عندي ربطتين من الرجلة غسلتهم كويس على مرتين، نضفتهم من أي أتربة. هتخلص من الأطراف بتاعتها، بعد كده أحشها ناعم. كده الرجلة بتاعتنا جاهزة معانا، هنخليها على جنب. وكمان هنجيب ربطة صغيرة من الشمار الأخضر، برضو هنعمل زي ما عملنا الرجلة، نتخلص من أطرافها ونقطعها ونحشها ناعم. الشمار الأخضر بدي طعم لذيذ جدا وطيب للرجلة. هنرجع للحمتنا، هنلقاها شبه استوت ومويتها قلت شديد. بعد كده نضيف لها الرجلة والشمار. هنضيف كوباية من العدس وملح وفلفل أسود وكزبرة وثوم مهروس وملعقتين من صلصة الطماطم، وآخر حاجة عندي طماطمتين خلطتهم مع كوبايتين من الموية. هنقلب المكونات كلها مع بعض ونهدي النار خالص ونخليها تستوي على راحتها. هتاخد معاي يمكن تاني 30 دقيقة لغاية ما تستوي معاي كل الحاجات دي. بين كل فترة والتاني هنقلبها. طبعا الرجلة هتنزل شوية موية، وبرضو احنا هنضيف تاني موية، بس هنضيف الموية بالتدريج عشان الدمعة بتاعتها ما تكون كتيرة معانا. يعني ممكن نحتاج تاني من كوباية لكوباية ونص من الموية، ونخليها لغاية ما تتسبك معانا بالطريقة دي. الكلام ده كله يكون على نار هادئة. كده هي تسبكت معانا وبقت جاهزة، جاهزة للتقديم. طعمها لذيذ جدا، جربوها بالطريقة دي. وبكده الفيديو بتاعنا انتهى. مع السلامة، في أمان الله.